نحن نواكب كل التطورات الموجودة على المستوى العالمي، ونحن نسعى لأن نكون بجانب هذا ونسير هذا التطور. فيه بعض النشاط مع شركة إيني لعمل بعض المشاريع البايلوت، يعني حتى يكون فيه مواكبة ومعرفة كيف ننتج، ما هي الأسعار، أسعار الإنتاج وتكاليف الإنتاج، حتى يكون عندنا بيزنس موديل، يعني نموذج أعمال حتى يمكن إنتاجه وتسويقه للسوق الأوروبية إن شاء الله.